بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. باقي الأمسيات نتيجة قربها من ذكرى الثورة، الذكرى الثالثة لانطلاق ثورة 14 من فبراير، الثورة التاريخية التي لم يشهد تاريخ البحرين كل تاريخ البحرين ثورة كثورة 14 من فبراير. نستطيع أن نتحدث عن كثير من الأشياء التي تميزت بها هذه الثورة عن سابقاتها من ثورات. من الأشياء ربما الجلية والواضحة هو مشاركة كل شرائح الشعب البحريني في هذه الثورة. لم تكن هناك شريحة أو جزء من شعب البحرين لم يشارك، لم يكن له دور في هذه الثورة. كلنا نعرف أن دور الأطباء، نعرف دور المدرسين، نعرف دور العمال، دور النساء الذي ليس له نظير في كل الثورات التي رافقت ثورة البحرين. ما أعقب الثورة من دخول جيش الاحتلال السعودي، وهي تعتبر سابقة أن جيشا يتدخل لحماية النظام ضد الشعب وليس لحماية الشعب. عادة تتدخل الجيوش من أجل إنقاذ وضع إنساني وليس من أجل زيادة الوضع الإنساني معاناة. أريد أتكلم في البداية عن فعاليات ذكرى 14 فبراير، وأهيب بالأخوة والأخوات أن يعني تكون لهم مساهمة وحضور وأيضا تحشيد. لابد أن يعني الفعاليات المركزة في هذا الأسبوع بمناسبة الذكرى الثالثة، أولا غدا وهي فعالية كبيرة المفترض، ونأمل ونتمنى أن يكون فيها حضور كبير. المسيرة ستنطلق من سفارة البحرين، ستنتهي عند مبنى رئاسة الوزراء داونينج ستريت. التجمع إن شاء الله يكون الساعة 1 ظهرا. هذه الفعالية الأولية. الفعالية الثانية راح يكون معرض للصور في ميدان ماربل آرتش. الفعالية الثانية معرض للصور في ميدان ماربل آرتش الساعة 1 ظهرا أيضا يوم الأحد بعد بكرة. يوم الاثنين إن شاء الله راح تكون ندوة باللغة الإنجليزية في مؤسسة الأبرار، تبدأ الندوة الساعة 7 مساء. يوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي في مجلس اللوردات الساعة 11. يوم الأربعاء بيكون الاعتصام خارج مبنى السفارة السعودية الساعة 2 ظهرا. يوم الخميس بتكون ندوة باللغة العربية في مؤسسة الأبرار. يوم الجمعة مجددا هنا في أمسية، لأن بتكون يوم الجمعة بيصادف يوم 14 فبراير، وأيضا بيكون عندنا ضيوف يعني من جايين من البحرين، دكتورة رولا الصفار والأستاذة جليلة السلمان. أيضا نأمل أن تكون عندنا مشاركة أيضا من أحد عوائل الشهداء، واحتمال تكون مشاركة من عائلة الشهيد الأول بما أنه يوم 14 فبراير ذكرى استشهاد الشهيد علي مشيمع، وفقرات أخرى. طبعا أنا بعطي عباس أبو صفوان، أتمنى أنه يجي يستلم يكمل المشوار، وأمبي أرحب وأكيد عباس أبو صفوان بيرحب بدكتور عبد الهادي خلف اللي شرفنا وآنسنا في هذه الأمسية، وأتمنى نسمع ونستفيد منه الكثير. بكرة نأمل ونتمنى أن من الأخوة والأخوات أن يكون لهم حضور ومساهمة فعالة وإثبات للوجود ونصرة للمستضعفين ورفع عقيرة ضد الظالمين.